يقول أنه غصبت منه. ومن الواضح إذا لم يكن هو الخليفة بعد رسول الله فما معنى الغصب أبدا؟ الأمة لم تنتخبه، وإنما انتخبت فلانا وفلان، أليس كذلك؟ خب إذا كانت المسألة مسألة شورى ومسألة أهل الحل والعقد ومسألة أن كبار الصحابة ومسألة أنه أساسا في الصدر الأول، مسألة نظرية النص لم تكن وإنما هي من ابتداعات متكلمي مدرسة أهل البيت، وإلا علي وأولاد علي لم يدعوا الإمامة ولم يدعوا الخلافة لأنفسهم، إذن ما معنى أنه غصبت منهم؟ أحسن. هذا المعنى كما يقال بلغة علمية سالبة بانتفاء الموضوع. أحسن. يعني أنت لا يوجد لك حق في الخلافة والإمامة بعد رسول الله، حتى إذا أعطيت لفلان أو فلان تقول ماذا؟ تقول غصبت مني. إذن هذه العناوين عندما نقف عندها في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، نجد أنها بشكل واضح وصريح تؤكد نظرية النص. نعم. ونظرية حق الولاية. أما النصوص الواردة أنا أكتفي ببعض النصوص باعتباري أنه لا يمكن استقصاء كل النصوص الواردة في هذا المجال. من هذه النصوص هذا النص الذي قرأناه سابقا، قال لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا، هم أساس الدين، إلى أن قالوا ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة. نعم. الآن إذ رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقل. نعم. هذا هو النص الأول. هذا النص أيضا النص الثاني الذي هي المعروفة الشقشقية، أما والله لقد تقمصها فلان وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. جيد. إذا كان الإمامة وخلافة رسول الله إنما تكون هي بالشورى وبنظر أهل الحل والعقد، وأن الأمة كما تقول مدرسة الصحابة هي تعين، وأن الأمة هي التي تقرر، وأن المهاجرين والأنصار اجتمعوا على الأول في ثقيفة بني ساعدة، إذن لماذا أن الإمام سلام الله عليه يتبرم من ذلك؟ يقول تقمصها فلان. طبعا أنا بودي أن أشير لقصة، هذه قضية تقمصها ليست جزافية، ها يكون في علمكم. يعني لماذا أن الإمام يعبر عنه تقمصه؟ هذه نص الرواية واردة في الاحتجاج للطبرسي في الجزء الأول صفحة 114. هناك الرواية أكو رواية طويلة الآن ما أدخل فيها، وهو أنه بعد أن ناقش جملة من كبار الصحابة الأول وقالوا له أنه أنت لم يكن لك حق كذا كذا إلى آخر ذلك، الرواية تقول فأراد أن يخلعها من عنقه. منه الخليفة الأول. نعم. هذا الذي يعبر عنه الإمام أمير المؤمنين تقمصها فلان، يقول أراد أن يخلعها كما يخلع الثياب. أحسنتم. نعم. فقال له الثاني، قال له عمر لا تفعل، قميص قمصك الله لا تخلعه فتندم. أحسن. ولذا أمير المؤمنين يقول له ماذا هنا؟ تقمصه. هذه نكتتها هذه. أحسن. أنه إشارة إلى هذه النكتة على الأخوة. ثم الإمام سلام الله عليه بعد أن ذلك، بعد أن يقول كل ذلك، يقول فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية حمياء. يا أمير المؤمنين أساسا لم يكن لك حق، لماذا كل هذا التبرم؟ أحسن. ولماذا كل هذا العتب؟ ولماذا كل هذا الكلام؟ إلى درجة أنه يفكر بأن يصول. أحسنتم. لماذا؟ أما واقعا أنا لا أفهم أن منطق هؤلاء الذين يقولون نحن قرأنا نهج البلاغة فلم نجد فيه أن الإمام ينص ماذا؟ ينص على نفسه، وأي نص أوضح من هذا النص؟ أحسن. ثم قال فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى. أي صبر؟ وهل غصب حقك حتى تصبر؟ أرى تراثي نهبة. أحسنتم. هذا نفس آخر. نعم. وهو أنه يرى أنه الخلافة نهبت. نهبت. نعم. غصبت. نعم. سرقت. بل. فصبرت وفي العين قدا شتان، فيا عجبا بينا هو يستقيلها. هو إشارة إلى فلان يعني. أقيل الأول أقيلوني بيا أقيلوني، أو هو أراد أن يستقيل منها، ولكنه ماذا؟ نعم. يقول هو يدعي أنه يريد أن يستقيل،
فيا عجبا بين هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته. أنت الذي لست طامعا فيها وتريد أن تستقيل منها، لماذا أيضا تتورط ماذا في أن تعقدها لشخص آخر؟ هذه تعبيرات، أنا عندما أقول أول ثاني وفلان وآخر، هذه تعبيرات من؟ الإمام. تعبيرات أمير المؤمنين سلام الله عليه، والإمام لا يذكر الأسماء، يقول فلان مرة إشارة إلى الأول، وهنا يقول عقدها لآخر إشارة إلى ماذا؟ إلى إشارة إلى الثاني. بعد أن بعد وفاته فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها ويخشن مسها ويكثر العثار فيها والاعتذار منها. جيد جدا. الآن عد يأتي شخص يقول لا أمير المؤمنين سلام الله عليك أنا يمدح فلان ويمدح فلان، يا أخي انظروا إلى هذه الكلمات، حوزة أيضا خشناء. حوزة خشناء يغلظ كلمها والاعتذار فصاحبها إلى آخرها. الآن ما أريد أطيل الكلام لأنه هذا مو محل حديث. هاي النقطة الثانية، هذه الخطبة وهي المعروفة بالخطبة الشقشقية، أنا بودي أن الإخوة يرجعوا إلى مصادر نهج البلاغة ليعرفوا بأنه هذه الخطبة ما هي المصادر التي نقلتها، يعني لا يتبادر إلى الذهن أنها من كلام خطبة الشريف من كلام الشريف. نعم. لا أقل في مصادر نهج البلاغة المرحوم السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب سعد الزهراء رحمة الله تعالى عليه، في هذا لا أقل ذكر عشرات المصادر أو لا أقل 20 مصدر لهذه الخطبة، ومن مصادر هذه الخطبة العقد الفريد بن عبد الرب الأندلسي. نعم. ولكن مع الأسف الشديد أنه في الطبعات الحديثة هذه رفعت ماذا؟ من كتاب العقد الفريد لابن عبد الرب الأندلسي، وهذه هي الأمانة التي مع الأسف الشديد. نعم. وأنا أتصور أن هذه الظاهرة أخيرا صارت ظاهرة متعارفة. نعم. وهو أنه عندما تطبع الطبعات الحديثة للكتب التي فيها شواهد كثيرة لإثبات تؤيد مدرسة أهل البيت. نعم. تبدأ بالحذف. الشاهد الثالث الذي أنا بودي أن أشير إليه، وهذا الشاهد ورد في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الجزء الأول صفحة 307. هذا الشاهد طويل ولكنه أشير إليه إجمالا. قال أما بعد، فإنه لما قبض الله نبيه صلى الله عليه وآله قلنا، من يقول؟ علي بن أبي طالب، هذا كما ينقل من؟ ابن أبي الحديد. قلنا نحن أهله وورثته وعترته وأولياؤه دون الناس، ولا ينازعنا سلطانه أحد، ولا يطمع في حقنا طامع. وهذا يا حق الذي يتكلم عنه الإمام أمير المؤمنين سلام الله، الحق المنصوص عليه، لا يشك الحق المنصوص. نعم. الحق الذي له بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، سلطان رسول الله، حكم رسول الله، إمامة رسول الله، قيادة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا ليس المراد الإمامة العلمية مثلا أو المرجعية الدين العلمية أو مسألة المحبة والمودة وأنه صحابة صحابي من صحابة رسول الله. إذا كان الأمر كذلك وهذا مشترك بين الجميع، لماذا أن الإمام يقول لا ينازعنا سلطانه أحد ولا يطمع في حقنا طامع؟ إذ انبرى لنا قومنا فغصبونا سلطان نبينا. أحسنتم. وبعد أنا ما أتصور والله، يعني الإمام بأي لغة يتكلم؟ أحسنتم. يقول فغصبونا سلطان نبينا فصارت الإمرة. إذن الحديث أين؟ عن الإمام، يعني الإمامة السياسية. نعم. عن إمامة الأمة السياسية، عن القيادة، عن خلافة الأمة، إمرة المؤمنين. فصارت الإمرة لغيرنا وصرنا سوقة. انظروا قومنا ماذا فعلوا بنا. نعم. وصرنا سوقة يطمع فينا الضعيف ويتعزز علينا الذليل، فبكت الأعين منا لذلك وخشيت الصدور وجزعت النفوس. يا أمير المؤمنين، إذا لم تكن معتقدا بنظرية النص ونظريتي أنك منصوص ومنصوب من قبل الله ومن قبل رسوله، لماذا جزعت النفوس ولماذا خشيت الصدور وبكت العيون؟ نعم. لماذا أحسنتم كل يعني أيضا سمحت سيد، هنا نقاط مهمة ولكن. نعم. يبدو أن لدينا فاصلا ثم نعود. جيد. لمواصلة الحديث معكم. شكرا لكم سماحة سيد. أيضا أذكر مشاهدينا الكرام بأن البرنامج سيستمر في حلقة الليلة بعد الأخبار، أي سيكون وقت البرنامج قرابة الساعتين إن شاء الله تعالى. فاصل ونعود إليكم، فانتظرونا مشاهدينا الكرام. أحسنتم.
عليم أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي ومن أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم. تحية لكم مشاهدينا الكرام مجددا، أحييكم وأحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدر، مرحبا بكم سماحة السيد. أيضا سماحة السيد نذكر لا بأس مرة أخرى مشاهدينا الكرام باستمرار حلقة اليوم لقرابة ساعتين بعد الأخبار، وبعد الأخبار أيضا نستقبل اتصالاتكم، أي أن الساعة الأولى ستكون للبحث فقط، وبعد أن نعود إليكم بعد فاصل الأخبار نستقبل اتصالاتكم. إذن سماحة السيد واصلوا حديثكم. ومن النصوص الواردة في هذا المجال هذا النص الوارد في فرائض الصمتين للحمويني الذي هو من أعلام القرن السابع والثامن، هناك في الجزء الأول يقول صفحة 320 يقول كنت على الباب، الراوي يقول كنت على الباب يوم الشورى فارتفعت الأصوات بينهم فسمعت عليا يقول، من الراوي يقول سمعت عليا يقول للناس بايع الناس فلانا أبا بكر وأنا والله والله أولى بالأمر منه وأحق به منه. إذا كانت في قضية شورى من أي جاءت الأحقية يا أمير الأولوية والأحقية. والأولوية والأحقية، وإنما الأولوية لمن أعطته الأمة الأولوية والأحقية لمن أعطته الأمة الأولوية. خب لماذا أنه تقول أنا أحق منه؟ من أي جهة تقول أنا أحق منه؟ فسمعت وأطعت، هذه بحث آخر اللي الآن بعد ذلك أشير إليه. ثم بايع الناس عمر وأنا والله أولى بالأمر منه وأحق به منه. إذن النصوص واقعا قلت لك عشرات النصوص دكتور تشير إلى هذه الحقيقة بشكل واضح وصريح، أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ادعى أنه هو صاحب الحق وهو هو الأحق وأنه غصب منه وأنه يرى تراثه ماذا نهبا ونحو ذلك. هذه من النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي أنه ومع كل ذلك قد يقول قائل لماذا لم يقل الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يا فلان يا فلان يا فلان أيها المسلمون ألم تسمعوا رسول الله ماذا قال؟ ألم أحسنتم؟ ألم ينصبني كذا؟ الجواب إخواني الأعزاء، أنا بودي أن الإخوة يرجعوا إلى الاحتجاج الجزء الأول ليجدوا عشرات كلمات الإمام أمير المؤمنين وعشرات كلمات العصبة والمجموعة التي لم تبايع الأول والثاني في الاحتجاج، وأنها كلها تؤكد على مسألة ماذا؟ على مسألة النصب. بل ارجعوا إلى خطبتي وكلمة الزهراء سلام الله عليها في مسجد النبي صلى الله عليه وآله لتروا أنها ماذا قالت عليها أفضل الصلاة والسلام. يعني سمح سيد الأنصار قالوا لا نبايع حتى يبايع علي، بل نعم يعرفون أن الأمر لعلي، بل وهو كذلك إذا تنازل علي تنازلنا معه. المهم أنه أقول النصوص، ولكن مع كل هذا أنا بودي أشير إلى هذه النقطة الثالثة وهي نقطة أساسية ومركزية في فهم كلمات أمير المؤمنين خصوصا في نهج البلاغة التي ورد فيها مجموعة هذه الكلمات، وهي أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان يرى بأن هؤلاء جميعا سمعوا منه ماذا؟ سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله النصوص، وسمعوا في موارد متعددة، وسمعوا منه ما سمعوا، ولكن إذا كانوا يريدوا أن يعملوا لعملوا بذلك. إذا لم يكن بناؤهم على الامتثال لأي شيء لأمر رسول الله ولأمر الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالإمامة السياسية والخلافة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا أمير المؤمنين ماذا فعل في مثل هذه الحالة؟ يعني عندما يجد أن الطرف المقابل والاتجاه المقابل بنى على أن يتجاوز مسألة ماذا؟ مسألة النص،
وصار بناؤه على ألا يعتني ويجعلها في غياب النسيان والغفلة. إذن بأي منطق تقدم إليهم؟ تقدم إليهم بمنطق ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. وهذا أتصور منطق عقلاني، منطق حكيم يصدر من أي عاقل ومن أي حكيم. أنتم انظروا حتى الآن في مباحثاتنا، طبعا أنا ما أتكلم على مستوى العلاقات الموجودة في العالم، أنتم انظروا الآن عندما نتكلم نحن مع الآخرين، نتكلم على مستوى حقوق الإنسان وعلى مستوى منشور الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع أننا في الواقع بأنه لا نعتقد بتلك لأنه أسسها قائمة على أسس بشرية ومطلقات، عندنا دستور أفضل بكثير. ولكن لماذا نتكلم معهم؟ لأنه في الطرف الآخر لا يؤمن بقرآننا، لا يؤمن بدستورنا، لا يؤمن بقواعدنا، فإذا نتكلم معه بأي منطق؟ بما ألزم به نفسه في الأمم المتحدة وقواعد وقوانين الأمم المتحدة. انظروا في حواراتنا العلمية أنا وأنت عندما نريد أن نتكلم مع مدرسة الصحابة، ننقل روايات من كتاب صحيح البخاري وصحيح ماذا؟ مسلم. يعني هل معنى ذلك أننا نؤمن بصحيح البخاري وصحيح مسلم؟ لا أبدا، نحن لا نؤمن بما ورد إلا ما ثبت عندنا بطريق صحيح عندنا. ولكن لماذا نستدل بكتاب البخاري وبمسلم؟ باعتبار أن الطرف الآخر قبل مشروعية هذه الكتب، هذه المصنفات، وهم كذلك أيضا يفعلون عندما ينقلون من كتاب أصول الكافي أو عندما ينقلون من كتاب البحار، هم يعتقدون بالكافي وبالبحار، بل هم يتهمون صاحب البحار وصاحب الكافي بأنواع التهم من الكفر والبدعة ولكن مع ذلك ينقلون روايات منه. لماذا؟ للإلزام، لأنه يريدون أن يلزمونا بما ألزمنا بمشروعيته في أنفسنا. هذا المنطق عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام أمير المؤمنين طبقه بشكل واضح وصريح من أول نهج البلاغة إلى آخر ماذا؟ إلى آخر نهج البلاغة. لماذا؟ لأنه يريد أن يقول للصحابة، يريد أن يقول للمهاجرين، يريد أن يقول للأنصار، يريد أن يقول للأول، للثاني، للثالث، يريد أن يقول لمعاوية، يريد أن يقول لغيرهم جميعا، أيها الناس لو فرضنا أنكم لا تقبلون منطق ماذا؟ منطق النص ونظرية النص، إذا اقبلوا بما أنتم ألزمتم به أنفسكم. لماذا تنقضون على أنفسكم؟ أنتم من جهة تستندون إلى قواعد في مسألة الإمامة والخلافة، ولكن من الناحية العملية والسلوكية تنقضون ماذا؟ تنقضون تلك القواعد. أحسنتم، وهذا صريح كلمات الإمام أمير المؤمنين، يعني هذا مو اجتهاد مني من كلمات الإمام أمير المؤمنين، أنا لم أقرأ كلمات أميره فاجتهدت، لا، انظروا إلى هذا الكلام الذي ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو صريح في هذا النقطة، وهي قاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كما ورد في الاحتجاج الجزء الأول هكذا يقول، يقول أنا أحق بهذا الأمر منكم، لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي. التفتوا جيدا، هذا أيضا نص آخر على أنه يقولون لا يدعي أن أمير المؤمنين أن الخلافة ماذا له، مع أنه يصرح بهنا، لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي، أخذتم هذا الأمر، يعني الخلاف، نعم، كما هو الإمر بتعبيره، نعم واضح، أخذتم هذا الأمر من الأنصار، يعني أيها المهاجرون، يعني أيها الأول والثاني، أخذتم واستدللتم على الأنصار بأي دليل، بأي حجة، واحتجتم عليهم بالقرابة من النبي صلى الله عليه وآله، هذا من الأنصار، هذه حجة الشورى ولا بالانتخاب أبدا، أحسنتم، وتأخذونها منا أهل البيت غصبا، لأن لا حجة لكم، إذا كانت القرابة فنحن أقرب أولى بالنبي وأقرب، أحسنت، ألستم زعمتم للأنصار، يعني ألستم احتجتم على الأنصار في السقيفة أنكم أولى بهذا الأمر منهم لمكانكم من رسول الله، فأعطوكم الأنصار المقادة وسلموا إليكم الإمارة. محل الشاهد، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، وأنا أحتج عليكم بمثل ما احتجتم به على الأنصار. أحسنتم، إذن المسألة مو مسألة أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يعتقد بنظرية النص،
ولذا ذهب إلى نظرية ماذا؟ الشورى والبيعة. لا لا، يريد أن يقول أنتم رفضتم بدليل أنكم لو كنتم تقبلون نظرية النص ونص رسول الله على إمامتي وخلافتي بعد رسول الله لم اجتمعتم في سقيفة بني سعد، ولكن اجتماعكم يدل على أنكم ماذا؟ رفعتم اليد ورقضتم مسألة النص. إذن احتج عليكم بما تقبلون أنتم. ماذا قبلتم؟ قبلتم أنكم أولى أقرب، أنكم وهذه كلها موجودة لي أقرب منكم، وأنا احتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار. نحن أولى برسول الله حيا وميتا، فأنصفونا إن كنتم مؤمنين، وإلا فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون. التفتوا جيدا. ولذا هاي نظرية بأنه والله بأنه الصحابة بعد رسول الله اختلفوا فيما بينهم، فاجتهد جماعة فقالوا بنظرية النص وهي مدرسة أهل البيت، واجتهدت أخرى وقالت بنظرية ماذا؟ الشورى. وقعا هذا جهل مطبق بالنصوص الواردة عن أمير المؤمنين. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون. مو لم يكن اجتهادا، وإنما كان علما، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني شاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى. إذن على هذا المنطق وهذه النقطة الثالثة، وأنا أتصور أن المشاهد الكريم إذا أراد هذه الأيام أو بعد ذلك أن يقرأ نهج البلاغة فليلتفت إلى خصوصيات كلمات أمير المؤمنين، يعني القرائن السابقة، القرائن اللاحقة، ثم الخطاب لمن موجه، يعني الرسالة لمن دي يوجه الإمام سلام الله؟ هل يوجه الرسالة إلى الحسن، يوجه الرسالة إلى الحسين، يوجه الرسالة إلى سلمان، إلى مالك، أو يوجه الرسالة إلى ماذا؟ إلى أمثال معاوية مثلا، لأن الخصوصيات تختلف. هو يعلم بأنه لو كان يريد أن يقول له قال رسول الله وقال الله وقال، هو معاوية يعتني بهذه الأمور ولا يعتني أبداً. لا علاقة له بمثل هذه الأمور، وإلا لو كان يريد أن يعتني لالتزم بما, بما, بما أمر الله ورسوله، بل اعتنى بها من هو أفضل منه. أحسنتم. نعم. إذن لابد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يتكلم بأي منطق معه؟ بمنطق هو ألزم به نفسه، وهو قبل ماذا؟ قبل مشروعيته. على أساس هذه النقاط الثلاث أنا بودي دكتور الآن نرجع إلى الرواية التي أشرنا إليها. تفضل. هاي الرواية إذا تتذكرون مرارا وتكرارا هكذا قرأناها. الرواية واردة كما قرأنا في نهج البلاغة بالي. هذه أنا أقرأ الرواية موجودة في نهج البلاغة. تفضل. قال من كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما حتى الآن إلى هنا. هنا بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت أن هذا النص وارد في، يعني هذه الخطبة الواردة في كتاب نصر بن مزاحم في كتاب الصفين صفحة 92، وكذلك في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة جزء الأول صفحة 93، وكذلك في الجزء الرابع لابن عبد ربة في العقد الفريد صفحة 322، وكذلك في تاريخ الطبري طبعة ليدن المجلد الخامس صفحة 235. هذه عندما راجعت الخطبة هناك وجدت أنه يوجد صدر لهذه الخطبة. السيد الرضي لم ينقل هذا الصدر، التفتوا، لم ينقل هذا الصدر، وهذا الذي نحن قلناه في أول في النقطة الأولى بأنه هذه مختارات، يعني اختار منها، والعبارة واضحة. لا يمكن أنه الإمام أمير المؤمنين يقول ومن كتاب الله عليه السلام إنه بايعني. أظن العبارة لابد من بسملة مقدمة. حتى ما هو صدر هذه الكلمة وهذه الرسالة التي وجهها عن طريق جرير بن عبد الله البجلي، وجهها إلى معاوية؟ قال أما بعد فإن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشرط. أحسنتم. لماذا؟ لأنه هذا التعليل لهذا المعنى. أحسنتم. لأنك اعتقدت بالبيعة السابقة. جزاك الله، أنت قبلت بمشروعية، يعني لو سألنا معاوية أنك أنت تقبل مشروعية خلافة الأول والثاني أو لا تقبل، ماذا يقول معاوية؟ يقول نعم. يعني ماذا تقول مدرسة الصحابة كلها؟ تقبلون
صحة ومشروعية خلافة الأول والثاني أو لا تقبل. على مبانيهم صحيحة. على مبانيهم يقولون صحيحة ومشروعة ومخالفتها لا تجوز إلى آخره. على أي أساس؟ على أن الله نص عليها أو لأن الأمة انتخبتها؟ هم هكذا هم يعتقدون أن الأمة انتخبتها. وإذا الأمة انتخبت من؟ كما انتخبت أولئك انتخبت علي. إذا أيضا تعطي له المشروعية، فبأي دليل يخالف ويشق عصا المسلمين؟ وهو ماذا؟ حتى يقال اجتهد سيدنا معاوية فحارب سيدنا ماذا؟ هذا أي منطق مفلوج هذا؟ أي منطق لا أساس له؟ يعني أنا أسأل هذا السؤال واقعا غريب غريب، التاريخ غريب جدا واقعا، فقط عندي فقط لا أستطيع إلا أن أضع علامات استفهام. لو أن معاوية حارب أبا بكر وعمر، نعم، أيضا كان يقال بأنه اجتهد. أبدا، لقد قتلوا مالك بن نويرة بنفس المنطق، ألم يحكموا بارتداد مالك؟ نعم، مع أنه كان عامل رسول الله. بغض النظر الآن، نعم، الله يعلم. الآن لا أريد أدخل في قضية ماذا حروب الردة والتحليل هذه الحروب. ألم يحكموا بردة من خالف ومن خرج عن طاعة الأول؟ فلماذا من خرج عن طاعة الثاني يكون ماذا؟ سيدنا فلان حارب سيدنا فلان. والقضية لا تختص، أنتم تعلمون بمعاوية، تشمل حرب الجمال وحرب صفين وحرب النهروان، وفي هذه من من صحابة الرسول ومن من يدعى لهم أنهم من العشرة المبشرة بالجنة. هؤلاء كلهم خرجوا على من؟ على الإمام، خرجوا على من بويع لا أقل كما بويع الأول والثاني، بل الإجماع عليه. بل الإجماع عليه، أحسنتم. وهذا ما سنشير إليه لاحقا، أنه عندما نرجع نجد بأنه أساسا ما تحقق لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام لم يتحقق أحد، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث. قلتم بالنصر وكذلك، قلتم بالشرفة وكذلك. الأول انعقدت خلافته بمجموعة في سقيفة بني ساعة، خلاف شديد. الثاني انعقدت خلافته برأي من؟ برأي واحد. الثالث انعقدت خلافته برأي اثنين ثلاثة، خلاص أحسن، باعتبار ستة كانوا ثلاثة في ثلاثة. أحسنتم، ثلاثة في ثلاثة. نعم، فقط علي بن أبي طالب اجتمعت عليهم، كانوا كربيضة الغنم. أحسنتم، فقط. فإذا كان منطقكم منطق البيعة ومنطق الشورى ومنطق أهل الحل والعقد ومنطق قبول الأمة، فلم تتبع الأمة إلا لمن؟ علي، على علي، إلا علي عليه السلام. ولكن مع ذلك تجد ما تجد الآن وقعا. الآن يعني يحز في نفسي أنه أشير إلى تفاصيل تاريخي الصدر الأول من الإسلام الذي يحاول البعض أن يعطي له قدسية وكأنه مجموعة من الملائكة. لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك على أي نحو. نعم، إذن نحن عندما نرجع إلى هذه الرسالة بشكل واضح، لماذا أن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه استند إلى البيعة؟ لأنه يتكلم مع من؟ مع معاوية، مع معاوية الذي لا علاقة له بالنص، ولم يعرف النص، لا هو ولا أباه ولا 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 أي شيء. أحسنتم. أساسا بتعبيره في خطب أخرى، أساسا لم يدخل الإسلام إلا رهبة، الطلقاء. لا رهبة. نعم. أحسنتم، الطلقاء. أحسنتم. واقعا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. نعم. ولكن الرسالة موجهة إلى مثل هذا الإنسان. مثل هذا الإنسان لا ينبغي أن يحاسب، أن يتكلم معه إلا بأي لغة، بلغة يقبلها، بمنطق يقبله، وهو لا يقبل إلا منطق ماذا؟ طبعا بحسب الظاهر، وإلا هم لا يقبلوا إلا منطق القوة ومنطق السيف ومنطق الطغيان والاستبداد على أي الأحوال. جيدا، ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا هو محل شاهدي، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة بشكل دقيق وواضح وواضح وواضح. ثم قال: وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار. التفت جيدا، يعني الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يريد أن يقول بلغتنا العلمية: لو سلمنا وقلنا بأنه لا يوجد هناك نص، وإنما هي بالشورى، لابد أن تكون بإجماع المهاجرين والأنصار، يعني ممن لهم رأي من المهاجرين والأنصار، يعني إما إجماع فردا فرد من المهاجرين والأنصار، وإن لم يمكن ذلك، لا أقل أهل الحل والعقد من وجوه المهاجرين والأنصار. وهذا ما تحقق له عليه السلام. أحسنتم، التفتوا جيدا. إذن البعض عندما يقول بأنه أن الإمام أمير المؤمنين استند إلى المهاجر، نعم، يقول أمير المؤمنين: إذا وجدتم أحدا، التفتوا جيدا، إذا وجدتم أحدا اجتمع عليه جميع المهاجرين والأنصار فهو إمام ماذا؟ فهو إمام حق.
ولكن هذا اجتمع على أحدنا أو لم يجتمع. لم يجتمع إلا له عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هذا البيان واقعا بيان لنقض خلافة الأول والثاني والثالث، لأنه اتضح لنا أن خلافة الأول لم تنعقد إلا بمجموعة مع الخلاف الشديد الذي وقع في سقيفة بني ساعدة، ثم لم يتحقق للثاني إلا من خلال شخص واحد، لم تنعقد إلا بشخص واحد، وكما قال الإمام أمير المؤمنين عليه عقدها لآخر بعد عقدها ويستقيلها في حياته عقدها لآخر. ثم لم تجتمع للثالث لأنها لم تنعقد إلا باثنين أو ثلاث. إذن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هذه الجملة وهي إنما الشورى للمهاجرين والأنصار يقول فإن اجتمعوا على رجل ولم يجتمعوا على السابقين. نعم. إذن افترضوا أنا الآن أريد أتنزل عن نظرية النص، أقول نعم مع الطرف الآخر نقول نظرية النص ماذا غير مسلمة، قل تعالوا نبحث عن شخص بعد رسول الله حتى نعطيه مشروعية الإمامة والقيادة والخلافة السياسية. نعم. اجتمع عليه المهاجرون ماذا والأنصار، إجماعا لا خلاف فيه، إجماعا لا خلاف فيه. هذا الإجماع لم يتحقق إلا لمن إلا له عليه أفضل الصلاة والسلام. هسه أنا إذا تسمح لي دكتور رواية قيمة في هذا المجال وهي الرواية الواردة بالي. نعم. في لعله أشوف أستطيع أن أجد هذه الرواية وهي من الروايات القيمة في هذا المجال. نعم نعم بلي. يقول فما راعني إلا انسيال الناس فأمسكت إلى آخره. لا هذه لم مو هذه الرواية مولانا. نعم إذا تسمحون مولانا تفضل على راحتك. بلي هذه الرواية إجماع المهاجرين والأنصار. نعم بلي نهج البلاغة. أنا رواية واحدة أريد أن أقرأ لأنه الوقت لا يسع. بلي يقول في من كلام له في وصف بيعتي يقول وبسطتم يدي فكففتها ومددتموها فقبضتها ثم تداككتم علي تداك الإبل الهيم على حياضها يوم وردها. كيف أنه الإبل إذا كانت عطشة عندما ترد الحياض كيف ترتمي ترتمي وتلقي بنفسها على الماء حتى انقطعت النعل وسقط الرداء ووطئ الضعيف وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغير وهدج إليها الكبير وتحامل نحوها العليل وحسرت إليها الكعاب. إذا كان تقبلون نهج البلاغة هذا نهج البلاغة. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول اجتمعوا علي ماذا؟ أحسنتم. وليس إجماع إلا هذا الإجماع. التفتوا ده. نعم. اجتمعوا علي بأي طريقة؟ بهذه الطريقة الذي أشرت إليها. ولكن التفتوا جيدا ماذا يقول في 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 خلافة الآخرين؟ في خلافة الآخر هذا بالنسبة إلى خلافته. نعم. في خلافة الآخرين في الخطبة رقم من كلام له في من كلام له عليه السلام رقم 137. نعم. هكذا يقول قال لم تكن بيعتي بيعتكم إياي فلتة. أحسن. ليست ببيعة الفلتة. لم تكن بيعتي. الثاني قال أن بيعته كانت ماذا؟ فلتة. فلتة وقى الله المسلمين شرها. الإمام سلام الله عليه يقول هذه بيعتكم لم تكن مثل بيعتكم. نعم. لم تكن مثل بيعة الأول بيعة الثاني بيعة الثالث لم تكن هكذا. لم تكن بيعتكم إياي فلتة وليس أمري وأمركم واحدا لماذا تقايسون ولكنه مع ذلك كله تنزلت معكم قلت إذا كنتم تريدون البيعة فالبيعة فالاتفاق فالشورى فأهل الحل والعقد لمن اجتمع اجتمع لي ولم يجتمع ماذا ولم يجتمع لكم. ثم أنا بودي أن المشاهد أيضا يلتفت إلى هذه الحقيقة التي من الحقائق واردة في الاحتجاج الأخوة لا يبدون يراجعونها. نعم. حتى وقت الدكتور الجزء الأول صفحة 158 من الاحتجاج يقول فقال أمير المؤمنين سلام الله عليه قال لي الأول معاتبا فما حملك عليه إذ لم ترغب فيه. أنت مو تقول بأنه أنا كنت راغبا عن الخلافة ولا أريدها ولا أطيقها بل أقيلوني وإلى آخره وموجودة هم ينقلونها ويجعلونها من تواضع فلان.
قال فقال أبو بكر حديث سمعته من رسول الله، أنا إنما قبلت البيعة إنما قبلت الخلافة لأني سمعت رسول الله قال إن الله لا يجمع أمتي على ضلال، ولما رأيت إجماعهم اتبعت قول النبي وأحلت أن يكون إجماعهم على خلاف الهدى من ضلال، فأعطيتهم قود الإجابة ولو علمت. فقال علي، قال إذا أنت تقبل بنظرية ماذا؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة. يا فلان لننظر أنه هل اجتمعت الأمة عليك أو لم تجتمع. فقال علي، أما ما ذكرت من قول النبي إن الله لا يجمع أمتي على الضلال فكنت من الأمة أم لم أكن؟ أحسنت. يعني هل تعتبرني أنا جزء من الأمة من أهل الحل والعقل؟ أنا أبرز هذه الأمة، لا نقول جزء منها أحدها. طيب، فكنت من الأمة أم لم أكن؟ قال بلى. قال وكذلك العصابة الممتنعة عنك. نعم، يعني العصبة التي كانت بين هاشم وجماعة بل الأنصار أيضا. نعم، من سلمان وعمار وأبي ذر والمقدار والعبادة ومن معه من الأنصار. قال كل من الأمة، هؤلاء كلهم لا يستطيع أن ينكر الأول هؤلاء، مو فقط من الصحابة بل كبار ماذا؟ كبار الصحابة. قال علي فكيف تحتج بحديث النبي وأمثال هؤلاء قد تخلفوا عنك وليس للأمة فيهم طعن ولا في صحبة الرسول لصحبته منهم تقصير؟ قال ما علمت بتخلفهم. لا لا، تبقى حديث آخر. إذن أنت عندما ترجع إلى هذه الكلمات وعندما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا النص من أقوى النصوص على صحة خلافة علي وبطلان خلافة الآخرين، كيف لم يعلم وقد هددهم وبعث إليه السلام؟ قلت لك أنا لا أريد أن أنبش التاريخ واقعا لأن هذه ليس مزاجي ولا منهجي في مثل هذه الأبحاث، وإنما أريد أن أبين الحقائق، أريد أن أفهم الصدر الأول من الإسلام من خلال نظارة ورؤية علي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا نهج البلاغة الذي يستشهدون به ليل نهار في فضائياتهم ويقولون أن علي عليه أفضل الصلاة والسلام لم يدع الخلافة والإمامة لنفسه وإنما أعطاها ماذا؟ أعطاها لغيره. قال وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. نعم، ولله فيه رضا إن اجتمعوا على ذلك. ونحن أيضا نقول إن اجتمعوا على ذلك، طبعا والله نحن هاي النظرية مو فقط نقولها في علي، نقولها في أي شخص كان لو اجتمعت الأمة على شخص، مو أنه والله تجتمع مجموعة من الاتجاهات بقوة المال والإعلام والفضائيات وإلى غير ذلك ثم يقول اجتمعت الأمة. لا، اجتمعت الأمة بالمعنى الحقيقي. نعم، اجتمع أهل الحل والعقد فيها بالمعنى حقيقي، لأنه لا يكون الاجتماع إلا عن لله فيه رضا. فإن خرج عند ذلك إذا كان حقا واجتمعت الأمة، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه. وهذا الذي حدث لعلي أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو أنهم عندما خرجوا عن إمامته في سواء ردهم بالسيف، أحسنتم، سواء كان في صفين أو كان في الجمل أو كان ماذا في النهروان. لماذا؟ لأن هؤلاء بايعوه جميعا، لأن هؤلاء قبلوا إمامته، لأن هؤلاء قبلوا خلافته، ثم هو رفضهم. لماذا رفضهم؟ كان يعلم أنه هؤلاء يريدون ماذا؟ لا يريدون البيعة. الطاعة والبيعة الحقيقية له، لهم مآرب أخرى. لهم مآرب أخرى. فإن خرج منهم ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. هذه الخطبة أيضا من الخطب التي ورد فيها، يعني الخطب الواردة فيها مصادرها كثيرة جدا، يمكن للإخوة أن يرجعوا إليها في مصادر نهج البلاغة للخطيب السيد عبد الزهراء المجلد الثالث صفحة 203. هذا تمام الكلام إن صح التعبير. نعم، فيما يتعلق بمسألة أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لماذا في الأعم الأغلب استند إلى مسألة البيعة ومسألة الشورى. نعم، ولم يؤكد على مسألة النص. نعم، والنص من قبل الله ورسوله على نعم. أحسنتم، ومع ذلك